الرحمن الرحيم، اهلا بكم طالبات مدارس عنيزة الاهليه المصاري المصري جريد 4. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميس اسماء حسن ساينس تيتشر. وصلنا مع بعض يا بنات ل ذا لاست ليسن، ذا موشن اوف ذا sun اند ذا earth، حركه sun اند ذا earth. اوكي طيب، هنقول all crystals body as a star planets and the moon float in the space in a continuous motion. كل الكريستالز بادي يا بنات، كل الأجسام الفضائية سواء كانت stars or planet moon floats in the space in continuous motion، على طول في حركة دوران وحركة حركة مستمرة. continuous motion يعني حركة مستورية مستمرة، حركة دوران مستمرة. أول حاجة عندنا the motion of the sun، the motion of the earth، the motion of the moon. In this lesson we will going to study the motion of the earth. The motion of the earth يعني حركة الأرض. تمام؟ طيب. هنقول the motion of the earth. There are two types of motion of the earth. عندنا نوعين من الموشن. أول حاجة the motion of the earth. The rotation of the earth around its axis. حركة الأرض حوالين محورها. يبقى the rotation of the earth around its axis. Number two. The revolution of the earth around the sun. Revolution يعني حركة أو دوران الأرض حوالين الشمس. يبقى عندنا كام type to type. The rotation of the earth around itself. وكمان the revolution of the earth around the sun. طيب تعال ندرس أول حاجة منها the rotation of the earth around itself. مبدئيا لازم نعرف حاجات معينة، معلومات عن الأول حاجة عن الأرض. فهنقول إن the earth consists of two hemispheres which are northern hemispheres و southern hemispheres. يعني لو أنا حبيت أرسم الأرض as a pole فهي كانت تتقسم لـ two half. الـ northern hemisphere ده كده northern hemisphere وده كده southern hemispheres. أوكي يبقى عندنا two hemispheres، northern hemisphere مرموز بالرمز N و southern hemisphere. اوكي طيب دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نعرفها ان ده earth rotate around itself. هنقول its inclined axis يعني الاكس اللي بتلف حوالينه، الاكس اللي بتلف حوالينه الارض بيكون inclined يعني مائل. يعني ايه مائل؟ يعني لو انا حبيت ارسم الكره الارضيه كده الاكس بتاعها بيكون مايل كده، inclined يعني مايل. اوكي مش كده تمام. طيب نيجي بقى نشوف، يبقى هنا الاكس بيكون inclined و rotation of the earth around itself هيبقى once كل قد ايه يا بنات؟ once every 24 hour يعني one day. يعني الارض بتلف حوالين نفسها، عشان تلف لفه كامله هتاخد 24 hours يعني one day. طيب the side of the earth that faces the sun during the rotation become bright. الجزء اللي مواجه للشمس هيكون هيبقى ايه؟ day. While the other side become dark or night. الجزء اللي not faces the sun او behind the sun يعني هسميه مين؟ هسميه dark or night. يبقى لو انت عندك نص الكرة الأرضية هيبقى day، النص التاني هيبقى ايه؟ نايت. ولما الكرة الأرضية روتيشن هيحصل العكس. اوكي طيب عشان نفهم اكتر ونفهم اللي بيحصل هنعمل التجربة ديت. يبقى بس نقول الاول دي مهمة جدا، the rotation of the earth around its axis causing sequence يعني تتابع day and night. sequence day and night تتابع الليل والنهار. يبقى rotation of the earth around its axis cause sequence of day and night. طب عشان نعمل تجربة to show the sequence of day and night هتجيبي plastic ball, torch, needle و pin. pin يعني زي مسمار كده صغنن او دبوس صغير. هتجيبي الكورة وتعمليها inclined كده زي ما الشكل اللي انتو شايفينه كده، وهتجيبي البن وتحطيه في جزء من البول. تمام؟ وهتخلي الأوضة كلها ضلمة. darken the room then switch the torch on. ولع التورش هنقول and direct it, to, it toward the pin. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان معنى كده ان الجزء ده هيبقى ايه؟ منور، يبقى داي. والتورش هنا كأنه هيبقى sun
والبور كأنها الإيرث، أوكي؟ هتلاقي إن الجزء ده كده بقى منور، يعني كأن الجزء ده كده كأنه فيه إيه؟ نهار. طيب تعالوا نكمل التجربة. يبقى هنقول إن أنت عندك إيه؟ The part of the pole that faces the light is bright, but the other part that don't face the light is a dark. يعني لما أنا حطيت switch the torch on، الجزء ده اللي faces the torch هيبقى إيه؟ هيبقى light، يبقى منور، هيبقى day يعني، أوكي؟ لكن the other part أو the other part doesn't face اللي don't face the light هيبقى إيه؟ dark. طيب لفي بقى كده، لفي rotate the ball around itself while keeping the torch switch on. يعني لفي الكورة وانت سايبة التورش مولع. اللي بيحصل؟ هنلاقي حصل العكس. The bright part of the northern hemisphere is smaller than the dark part. الجزء اللي بيبقى منور والجزء اللي هو ده النورثر بيبقى صغير شوية. is a in hemisphere is smaller than the dark part. تمام، اللي هو النايت. The bright part of the northern is longer than the dark part. اللي هو الداي is longer than the night. يبقى تاني كده، في الجزء اللي هو في الشمال، الجزء النورث، بصوا كده معايا، في الجزء النورث يا بنات، في الجزء اللي هو النورث اللي بيحصل بيبقى جزء النهار هنا قليل. يبقى هنا هنقول ايه؟ the night is longer than the day. بصوا هنا كده، في الجزء اللي هو في النورث ده بيبقى الليل كتير، حجم الليل كتير. يبقى هنقول النورث، في الجزء اللي في النورث the night is longer than، يبقى في النورث the night is longer. وفي الساوث the day is mean longer. تمام. The conclusion: the sequence of day and night occur due to the rotation of the earth around its axis. The hours of day are not equal the hour of night. يعني انا دلوقتي عارفين ان الداي كله 24 hour، لكن مش شرط ان يكون ال hour of day is equal hour. يعني مش لازم انا اقول 12 hour day و 12 hour night، لا، ممكن ما يكونش كده. تمام يا بنات، يعني نقول the hour of day are not equal the hour of night because the axis of the earth is inclined. بسبب ان الاكس اللي بتلف حوالينه الارض بيكون inclined مائل، فبالتالي the hour of day not equal the hour of night. اوكي طيب، هنقف لغاية هنا، اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.